مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. البداية من الصحف المحلية، ونطالع من صحيفة الأهرام هذه العناوين: تحالف عالمي لتنظيم حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ويؤكد لا أعباء على موازنة الدولة وتمثيل كل فئات الشعب بالاحتفال. الجامعة العربية تتابع تنفيذ قرار القوى العربية المشتركة، وسفير السعودية بالقاهرة يؤكد مصر والسعودية تخوضان معركة تعزيز استقلالية القرار العربي. استمرار تحقيقات ماسبيرو حول انقطاع الكهرباء. ونطالع من صحيفة الأخبار هذه العناوين: الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن المشروعات القومية التي يتم إنشاؤها الآن وعلى رأسها قناة السويس الجديدة لا تعادل 10% من أحلامه لمصر أو ما يستحقه الشعب المصري العظيم. إبراهيم محلب يقول لا نقبل كمصريين التعليق على أحكام القضاء ولا مصالحة مع من تلطخت أيديهم بالدماء، نحن نمضي في طريقنا رغم أي شيء ولن نعود إلى الوراء. صحيفة الشروق كتبت على صدر صفحاتها الأولى اليوم جمعة تطهير إمبراطورية الفيفا، قضايا الفساد والرشا وحملة الاعتقالات لكبار المسؤولين تهدد الولاية الخامسة لبلاتر. الفريق مهاب مميش يقول إن تنظيم حفل قناة السويس الجديدة من نصيب تحالف عالمي يضم شركات مصرية وفرنسية وأمريكية، والحملة الإعلانية تبدأ في يونيو. تواصل العمليات الأمنية بشمال سيناء رغم لهيب الشمس. حرائق وإصابات يوم اللهيب. الصحة تؤكد 65 إصابة نتيجة الموجة الحارة ولا وفيات. أما صحيفة الجمهورية فقد جاءت أبرز عناوينها كالتالي: كارت الوقود الذكي في المرور غدا، الاستلام برخصة السيارة، وللتوك توك والمعدات الزراعية بكارت المحطة، لا حد أقصى للمنصرف والبيع بالسعر الرسمي. الفريق أول صدقي صبحي يفتتح عددا من المنشآت الثقافية والترفيهية والرياضية والإدارية بقيادة المنطقة الشمالية، ويؤكد أن القوات المسلحة درع الأمة وحصنها المنيع. نتحول إلى صحيفة اليوم السابع ومنها نقرأ هذه العناوين: وزير الري يرأس وفدا مصريا في زيارة إلى الكونغو اليوم لحضور اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل. اليوم زيورخ السويسرية تشهد انتخابات الفيفا الجديد. رئيس هيئة تدريس الأزهر يقول إن إلغاء مجانية التعليم سيزيد من معدلات العنف والإرهاب. وننتقل إلى الصحف العربية ونبدأها من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ومنها نقرأ هذه العناوين: وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يطالبون بمحاربة الجماعات الإرهابية وقطع تمويلها. أحزاب يمنية تجتمع مع منصور هادي وتؤكد أن الحوار من أجل الحوار مرفوض. إعادة انتخاب بوتفليقة رئيسا لحزب جبهة التحرير الحاكم في الجزائر. أما صحيفة البيان الإماراتية فقد جاءت أبرز عناوينها كالتالي: فرع تنظيم داعش في ليبيا يسيطر على مطار سرت، المقاومة اليمنية تتقدم في مدينة مأرب وتصد هجوما على عدن بعد معارك عنيفة مع الحوثيين. نظام الأسد يفقد 75% من أراضي سوريا ولم يعد يسيطر إلا على ربع الأراضي فقط. ومن صحيفة القبس الكويتية نقرأ هذه العناوين: بعد معارك طاحنة الحشد الشعبي يحرر منشأة الثرثار شمالي الرمادي ويفك الحصار عن 90 جنديا كانوا محاصرين فيها. مجلس الوزراء اللبناني يؤجل مناقشة ملفي الوضع في عرسال والتعيينات العسكرية والأمنية، ما سيفتح الباب أمام أزمة حكومية حادة. مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا يؤكد أن البلاد على حافة الانهيار، لكنه أشار إلى أن المنظمة الدولية تعد مشروعا للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تسوية النزاع. ومن صحيفة القدس العربية نقرأ هذه العناوين: البحرية المغربية تنقذ 18 مهاجرا غير شرعي من الغرق في مضيق جبل طارق خلال محاولتهم العبور إلى الأراضي الإسبانية. عفوا. الجيش ينتشر جنوب تونس إثر مواجهات خلقت العشرات من الجرحى. وزارة الخارجية الفلسطينية تدين المشروع الاستيطاني كيدم وتصفه بأنه دعوة رسمية إلى حرب دينية. وجاءت أبرز عناوين صحيفة الحياة اللندنية كالتالي: انتشال نحو 500 رفات للضحايا سبايكر من مقابر جماعية في شمال بغداد. التحالف الوطني العراقي يدعو القوى السياسية إلى دعم مجلس محافظة ديالى الجديد.
وزير الخارجية الروسي يقول إن مواقف روسيا وأمريكا في الشأن السوري تتقارب. نتحول إلى الصحف العالمية ونبدأ من صحيفة التايمز البريطانية ونقرأ منها هذه العناوين: مشاركة الميليشيات الشيعية بالحرب على داعش في الأنبار ستشعل حربا طائفية جديدة، ما يصب في مصلحة التنظيم. خبراء عسكريون يقولون إن الغياب العسكري الأمريكي على الأرض فتح المجال لانتشار المستشارين العسكريين الإيرانيين، والعراقيون فضلوا الدعم الإيراني على الأمريكي. ونرصد من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية هذه العناوين: العراق ليس أمام تنظيم داعش إلا الاستسلام أو الموت، تطهير معظم مناطق بيجي وداعش يفر إلى الصحراء. فتح تحقيق حول ممارسات جبهة النصرة في المناطق التي تسيطر عليها بمحافظة إدلب السورية. الغاز التحقيق حول وفاة عرفات. القضاء المكلفون بالتحقيق أغلقوا ملف قضية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لعدم وجود متهمين. ونطالع من صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية هذه العناوين: الولايات المتحدة تنتقد محاولات روسيا لإخفاء العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا. موسكو ترسل القوات والدبابات إلى الحدود الأوكرانية دون سابق إنذار. جو بايدن يقول إنهاء الحرب في أوكرانيا خيار رئيسي للولايات المتحدة وأوروبا. حلفاء الولايات المتحدة لا ينتظرون فرض عقوبات جديدة على إيران بشأن برنامجها النووي. كبيرة المفاوضين الأمريكيين في المحادثات النووية مع إيران ويندي شيرمان ستتقاعد حين تنتهي المفاوضات. ومن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نتابع: الرئيس النيجيري الجديد محمد بوخاري يؤدي اليمين الدستوري اليوم. اليوم انطلاق عملية التصويت في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد مرور 48 ساعة فقط على اعتقال الشرطة السويسرية لعدد من كبار مسؤولي الفيفا. مسؤول الفيفا المعتقلون يواجهون اتهامات بالفساد المالي وتلقي الرشوة. ومن الصفحة الأولى لصحيفة الاندبندنت البريطانية نطالع هذه العناوين: كيف ينتهي حلم الحياة في أوروبا بالموت في ليبيا؟ مئة المهاجرين ينتهي بهم المطاف إلى الغرق في مياه المتوسط. أوروبا تهدد بلاتر بمقاطعة كأس العالم، والاتحادات الأوروبية المحلية هددت بمقاطعة كأس العالم 2018 إذا أعيد انتخاب سي بلاتر لفترة رئاسية خامسة. رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم كالوشا بواليا يقول إن بلاتر هو الشخص الوحيد الذي دعم إفريقيا وفعل الكثير لزامبيا ولإفريقيا. مشاهدينا الكرام، وهذه وقفة مع الرسوم الكاريكاتيرية الأبرز في صحف اليوم. ختام جولتنا الصحفية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.